زي السوسر، عارفين جزم الاطفال اللي هي بزين. اسمه ايه ده بقى؟ بزين. هو ده دي زيها من فوق تفتح لما تقرب تقفل بيها بالليل، تاخد الجسم من تحت تاني وتطلع من فوق، فالعيانين يقفلوا بالليل. فرونتالي سسبنشن. انت جبت الجودبيتر فانكشن ده 4 مللي او لس 5 مللي كمان ساعات. حد بقى كان بيسالني يعني ايه تنتري توزس، مش كده؟ هو انا الفرونتاليس ليندا بستخدم انهي ماده تكونكت الفرونتاليس بالتارسس؟ هي فكره عمليه انك تعمل واصله بين الفرونتاليس والتارسس بحيث ان الفرونتاليس هي اللي بترفع لنا. ايه بقى الماده اللي بستخدمها عشان اعمل الوصله دي؟ يا حاجه طبيعيه ناتشرال، يا حاجه سينثيتك، والسينثيتك جايه ابزوربابل يا نون. الحقيقه ما بنسميهاش هنا بقى ابزوربابل، بنسميها انتجريتد يا نوت انتجريتد. الحاجه الناتشرال هي الفاشيالات، فاشيالات دي ستريك اوف فاشيا، فيري بروك ستريك اوف فاشيا اكستندنج ذا انتيريور سوبيريور اي اف سباين للاترال تيوب اوف ذا تيبيا. فكره الفاشيالات ده ايه؟ ان العضلات بتاعت الفخذ دي واحنا ماشيين او بنجري كونتراكتد ريلاكس كونتراكتد ريلاكس، لو مش متحوره بشيس تعمل ايه؟ واحنا بتبلش تلاقيها بتبص مع كل عضله، وده مش مطلوب. فربنا غلفها بشيس. قدام هنا في عضله اسمها الكوادريسبس، ميديا هنا في عضلات مجموعه اسمهم الابدكتور جروب، ورا هنا في حاجه اسمها الهامسترينجز، مش كده؟ الربع الوحيد اللي فاضل هو اللاترالي، فربنا خلق فيه الاستريب ده الفاشيالات وبعدين تبلل بقيه الفخذ عشان to keep the lid position, the lid muscles in enveloped, the thigh muscles enveloped during walking or moving. هو الطفل بيبدا يمشي ويجري على السن الكام؟ سنه ونص. اكتر كمان شويه، فاللي بوك نيدد في الديفلوبمنت هي ما بتبقاش بروبرلي ديفلوبمنت اللي عند ايدج اوف 3 years. فانت من 3 years and above عندك فشلات تقدر تاخدها ازاي؟ انا محتاج حته قد ايه من الفاشيه ده؟ انا محتاج عرض 2 مللي وستريب طوله من 8 ل 10 مللي عشان اعديه من الفرونتاليس من هنا للليد وارجع بيه تاني عشان التورنز يطلعوا من الفتحه هنا. شفتوا كل سنين كله بقى في فانا محتاج ستريب حوالي من 8 ل 10 سم. افتكروا لوجيك ان انا لو فاتح الفتحه من 8 ل 10 سم عشان اجيب حته ستريب كده. هو ده الايزي واي. دايما الاهل خصوصا البنات يقول لك يعني انا اصلح دي وابوظ دي. يا عروسه في يوم من الايام وبنت اخترعنا طرق اعمل بيها ستريب من غير ما اعمل فتحه. اللي عندهم فاريكوز فينوس كانوا بيعملوا له عمليه اسمها ستريبنج اوف ذا سافينس. السافينس ده مش بدايته تحت هنا واخرته هنا. بيستريب دي ازاي؟ يفتح فتحه صغيره خور من فوق خور من تحت ويدخل اله كده ويستريب بيها. احنا عندنا كده بالظبط فاشله كسر. كسروا عربيتي من شهرين شفت اللي انا دوبي عشان كنت عندي عمليه بيها يوم سبت الصبح يوم الجمعه بالليل بعد بس يوسف الساعه 11 نزلت اشتري حاجه من ميدان الدوبي خلاص وكنت معقمها واخدها من عيني كده الخميس حطيتها على الكرسي اللي جنبي اللي كان لسه ومتعقم فشي لا تسكيب حاجه كده 950 سنه كسر مخي طبعا اللي كان اول حاجه يعني كان فتحه صغيره ما بتحتاجش حتى تعمل فتحه تحت ممكن تعملها ممكن ما تعملهاش تكفي في الاستريب خلاص. وبعدين الاستريب اخده سلاح اشتغل بطريقه الجيروتين عارفين المكسره الفرنساوي كان بيجي فيها الناس ازاي يحطوا دمهم وينزل حاجه تطلع وتنزل كده شفتوا المكسره الافلام وهي بتشتغل بالفكره دي تفكيكها جوه تفتح فتحه هنا تعمل فيها 2 مللي اتش من الفاشيه تدكك الستريب الطول اللي انت عايزه وبعدين من فوق دايس على زرار من الفاشيه قطعه زي الجيروتين مش انت
تطلع على الستيب. تمام؟ ادي طريقه. في طريقه ثانيه، مين بيعرف يقشر البرتقانه ويطلع الكفر كله بتاعه؟ بيطلع البرتقانه هنا، فاتح فتحه صغيره هنا، واخد حته عريضه من الشباك. لو حد معاه ورقه فاضيه هنا، كل واحد يقطع تفتح بس تاخد حته فاشيه على الطريق كده. تعملها ازاي؟ كده وقبل الاحمر شويه كده كده واحد ثاني
وتستخدمها كماتيريال في الفرونت اند، يكون عليها فايبرس تيشو. يوم الفايبرس تيشو يحصل ايه؟ يعني التراكت وهو اللي يشيل الجيف مش المسري، بعد شويه عايز تخلع المسري. لو عرفت طبعا ماشي. طلع بقى كمان جديد، يعني جديد قوي، الجوركس توز اب ديريفاتيف. ايه هو الجوركس؟ اواخر الستينات الامريكان طلعوا القمر، كانوا عايزين يلبسوا رواد الفضاء بدله لها مواصفات معينه، ورائد الفضاء بيغير البدله وهو فوق. يقعد فوق قد ايه دلوقتي؟ يقعد فوق في المحطه الفضائيه والكلام ده بيقعد قد ايه؟ بالشهور، بالسنه ونص، بالسنتين، رائد الفضاء قاعد فوق نفس البدله. لا عرق فيها ولا حكت جسمه ولا اتوسخت ولا. هم حطوا كرايتيريا وعملوا مسابقه، قالوا عايزين واحد يخترع لنا ماتيريال قماشه نعملها بدله رواد الفضاء. نوت الرجينيك، نوت ويستاند بريشر، ويستاند ضغط، اختلاف الضغط الجوي الرهيب، ويستاند درجات الحراره العاليه. فكان في راجل مهندس نسيج اسمه جور قاعد في الجراج بتاع بيتهم، اغلب الاختراعات المهمه في الدنيا كانت في الجراج. اسمه ايه اللي اخترع الخيمر؟ يعني ماكنر، هو اخترع لغتها الخيمر يعني. اخترعها في جراج بيت، عمل لاب في جراج البيت، كان بيجيب الحيوانات واخترع التراكتور ماشين وبروك في جراج البيت. جور اخترع الماتيريال دي ببوليمر، ركب نسيج على ايه؟ على مش القطن، بيضيفوا عليها الياف صناعيه. ويعني ايه الفرق بين الجلاليب المصري اللي لازم تتكمل والجلاليب الصيني اللي ما بتتكملش؟ الجلاليب الصيني حاطين فيها ايه؟ بوليستر، شويه فايبرز بوليستر. مستر جور اخترع قماش، قماش يعني ايه بالانجليزي؟ تكستايل، مش كده؟ حتى محلات القماش الكبيره اللي في مصر بتبيع قماش الستاير والقماش بتاع اسمهم ايه؟ كلهم هتلاقي اسم حلاتكس، حلاتكس. فهو راح مسمي القماش بتاعه اللي راح بيه لوكاله الفضاء ناسا وبعته لهم اسمه جورتكس. منه احنا تطورنا واستخدمناه في الطب. اول جورتكس واكثر استخدام للجورتكس طبعا له خيط بغيرته العظام ده بيستخدموه كتير قوي، خدوا بيه الاورطه والهار. عارفين لما تخيط اورطه انت مش عايز الاورطه دي تفك ابدا، لان انا لو فكت حصل ايه اللي عيان جوه؟ نزف ومات. ولازم الخيط ده يكون بيستحمل بريشر قد ايه؟ بيخبط فيه 70 مره في الدقيقه، بريشر 120 150 ميركوري بيخبطوا فيه، يعني له مواصفات الجورتكس ده ما بيتقطعش. حاول كده بايدك تقعد تلف مش هيتقطع، لازم يتقص، يستاند، لا يتفاعل مع الجسم. فبدانا بنستخدم منه الجورتكس. شوفوا رونالدو وميسي، شفتوا الجزمه اللي بيلبسوها بيلعبوا بيها الكوره اللي بيلبسوها لونها ايه؟ فضي كل جديد فضي. عارفين الجزمه بكام؟ الجزمه ب 50,000 دولار، 60,000 دولار. ليه؟ لانها جوردوس. يروح قبل مواصفات الجديد ومقاسات ويرسموا السكتش بتاع الجديد ويروح لقريب اسمه الحكومه يعمل له جزمه جوردوس. كانه مش لابس حاجه في رجله، كانه بيلعب حافي من كتر ما هي فيري لايت لكن فيري سترونج. شوفوا سرعه الكور، بيشوف الفاول بتمشي بكام كيلو متر في الساعه والكلام ده. هو السكن القوة بس في الشطار، التكنولوجي دخل في ماتيريال صناعه الجزم دخل. من ده يعني طبعا في جزء مهاره يعني اكيد ما حدش بينجح، بس قصدي من في تكنولوجي. فاحنا بنستخدم الجوردكس دلوقتي علشان نعمل منه الماتيريالز اللي بنستخدم جزء منها في كاسلينج. الجوردكس اللي بيتباع عندنا لينا يعني مش غالي، الامبول ب 600 جنيه بيكفي 4 ايام مثلا. خلاص بنعقمه بين كل حلقه وحلقه بسيلين اوكسايد او بلازما. فادي انواع الماتيريالز اللي اقدر اعمل منها فرونتال سليف. ايه تاني في البوز؟ عايز حضرتك تقول نيجي القصه. قول يا دكتور. حضرتك بالنسبه للسيكون برضه دي تمبرري؟ هو بيجي فيه 2 و3 و4 خلاص، سي دي 2 وسي دي 3 وسي دي 4. احنا بنستخدم حسب العيش. في حاجه ثانيه عايزين نتكلم عليها في الكوزر؟ عشان ابقى خلصت. جو ويندي في المايكروسكوب.
ممكن تعمل ايفنت ريتكشن ده اصلا من التايب طبعا هي اصعب تكنيك ما هي نفس اللي بس دخلت عليه من فوق دخلت عليه من تحت لو انت عارف حافظ اللي هي عارف هتعمل ايه مش هتضيع هي ديفيكولت تكنيك النقطه الاخيره الماركوس جاب عيان في كولكشن غريب لما بيحرك فكه التوز بيضيع له تعالج ازاي ده الكلاسيك تكنيك تو ديس انسيرت ان ديتا بس ده ما بتعملوش ده لو ماركوس جاب عالي كتير يعني الحركه دي عاليه ليه؟ لان انت لما عيب الفرونتاليس الاساسي ان التحكم في رفع الجسم بيبقى برفع الحاجه انك عشان الشكل يبقى مقبول حقيقه ممكن تعملها في الايدين عشان السينما لما تعمل الفرونتاليس عالي والعين الثانيه بتمشي مع الفيتا العيال السيمتريه يتحرك في الجسم مش حلو عشان نتكلم في الجمال مش بس بنتكلم في الحركه عشان كده بعض الناس يقول لك لو هتعمل سلينج في عين بوظ اللي فكر في العين الثانيه السليمه واعمل فيها سلينج والعينين الاثنين يتحركوا مع بعض لا يوجد اهل في الدنيا هيقبلوا انك تروح على العين السليمه تقول له حضرات اللي فكر السليمه بتاعت ربنا واحط انا سلينج معاك فده هذا لا يحدث فتضطر تعمل في ناحيه الناحيه الثانيه نتيجه ان في مشكله وصلنا لحل وسط احنا من غير ما نبوظ الليفيتور السليمه تركب فيها سلينج برضه يبقى ركبت سلينج في الليفيتور بايظه وركبت سلينج في الليفيتور السليمه ده بيحسن قوي نسبه التحكم من غير ما 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 ما, ما تعمل ميجر سيرجري في العين السليمه في الجوينكينج كده لو الجوينكينج قليل الحركه مش محفوظه قوي تنساها وتتعامل مع التوز ساعتها وتعمل الليفيتور سكشن لو الحركه دي جامده قوي يبقى ساعتها تضطر تشيل الفيتر تمسك شويه الفيتر تماما وتعمل سليم وساعتها يستحسن انك تعمل سليم في اي مكان. خلاص فور سليم. انا بشكركم جدا في اي حاجه في الكوتس في اي حاجه عندكم بتسمعونا فيها انا بحبكم اي حد عايز يتصل يستوضح من اي حاجه انا متاكد ان كلكم عندكم وسيله اتصالات ليا او مع مجموعه منكم كلها. Good luck.